عمدة نيويورك يعلن عطلا بمناسبات إسلامية. بيل دي بلاسيو عمدة ولاية نيويورك يعلن عن إضافة يومين عطلة رسمية للطلاب احتفالا بمناسبات إسلامية. سوف تكون العطل بمناسبة أعياد الأضحى والفطر ابتداء من هذا العام. واحتج البعض على إضافة المزيد من العطل متذرعين بأن الدوام الدراسي سيصبح أقصر، لكن المدارس الرسمية سعيدة بالقرار وساعات الدوام الدراسي لن تتغير بل سوف تبقى على حالها. لابد أن الآسيويين يشعرون بالغيرة من ذلك، متسائلين لماذا لا تعلن رأس السنة الصينية عطلة رسمية أيضا. ويبلغ عدد المسلمين في نيويورك حوالي 1 مليون، وبلغ عدد الطلاب الغائبين في العام الماضي بسبب العطل الإسلامية حوالي 30% من الطلاب. فما رأيكم يا أعزائي؟ هل تعتقدون أن دي بلاسيو من حظر للمسلمين على غرار الأديان والطوائف الأخرى؟